السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم طيبين بقى العيد داخل علينا وما ينفعش نسكت النهاردة هنعمل كده ديكور حلو كده ولطيف من قماش الخيش زي ما انتم شايفين كده القماشة مستطيلة هنتنيع على بعض كده وناخد الزيادات اللي فيها وبعد كده نرجع نتنيها تاني كده ونعمل زاوية كده بالمسطرة بتاعتها هيدينا الشكل ده وبالولاعة ونسيح كده الأطراف بتاعتها بعد كده كان عندي الخشبة دي رجعت حطيتها كده على الطرف ولزقتها بشمع وهلف حواليها الخيش كده من الطرف عشان تديني في النهايه شكل حلو وبعد كده عملت كلمه عيد سعيد عملتها بطريقه سهله جدا دخلت على جوجل وبعدين جبت كلمه عيد سعيد ونسختها على الورقه دي وبعدين قلبتها ودوست عليها بالقلم كده زي ما انتم شايفين وقصيت الكلمه بكل سهوله عادي بعد كده هلزقها على الخيش بتاعي بعد كده جبت قطعه مستطيله من ورق الفوم صغيره خالص وهاخد مثلث صغير كده من النص هيديني الشكل ده عملت منها حبه حلوين هحطهم تحت كلمة عيد سعيد دي طريقه حلوه برضو لاستغلال اصايص ورق الفوم برضو من اصايص ورق الفوم عملت حوالي خمس وحدات كده رفيعين وهحطهم جنب بعض وهربطهم كده ربطه خفيفه كده بفيونكه من خيط الخيش وهحطهم وعملت برضو من القصائص بتاعتي عملت بالونات كده شكلها حلو بعد كده برضو هنعمل اسهل وردة ممكن تعملوها الفكرة دي حلوة جدا ممكن تعملي بها طريقة وردة سهلة جدا كل اللي هتعمليه اي دايرة بالمقاس اللي انتي عاوزاه وبعد كده تقصيها كده بالشكل ده وتسيبي بس الجزء الصغير اللي في الاخر ده بعد كده تشيلي الزوايد الموجوده دي بعد كده شمع خفيف كده على الطرف وتبداي ان انت تلفيها كده حوالين بعض ما تكتريش الشمع عشان الشمع ما يبقاش ظاهر قوي في الورده دي عندي زي ما انت شايفه هي الورده حجمها يعتبر صغير برضو وكل ما تكبري المقاس بتاع الدايره كل ما الورده تبقى كبيره معاكي هلف بقى اخر حتة معي من الوردة وبعد كده الجزء الصغير ده احطه في الوردة كده من تحت شايفين شكلها حلو جدا عملت منها ثلاث وحدات والوان مختلفة بعد كده عملت ورق شجر من ورق الفوم الاخضر وحطيته بالشكل ده بعد كده الجزء اللي هو البارز من الخشب اللي انا حطيتها دي جبت خيط خيش واعمل علاقة لل اللي انا عملته ده اربطها كده كويس وبعد كده هلف الخيط الخيش حواليها برضو لما تلفيه كده يديها شكل حلو وثبته بنقطة شمع صغيرة بس باخد بعد كده المقاس بتاع العلاقة بتاعتي عشان ما تبقاش طويلة معايا او قصيرة ورجعت ربطت برضو اليمة التانية على الخشبة ولفيت برضو الزيادة وثبتها برضو بنقطة شمع بنفس الطريقة ممكن العلاقة تعمليها في الخشبة نفسها بس كده هيبقى شكلها أفضل وأحلى يعني شايفين الفكرة حلوة جدا يا رب الفكرة دي تكون عجبتكم كل سنة وانتم طيبين يا رب لو وصلت لحد هنا تحطي لي اللايك ومش تنسيني <applause> برضو بس برضو ما سبتهاش عملت علاقة برضو كده شكلها حلو ده شكل حلو برضو كده في الآخر يا رب الفكرة تكون عجبتكم سوش <applause> اللايك